السلام عليكم. شفتوا ليش دوري أبطال أوروبا بطولة مختلفة تماماً؟ كل فريق عامل حاله كبير في دوري بلاده ستظهر حقيقته في بطولة دوري أبطال أوروبا. في معمعة الكبار تظهر المستويات الحقيقية، تسقط أقنعة وتعلو جبهات. 12 لقاء في أول جولة من أصل 6 جولات لدوري المجموعات. مفاجآت؟ والله في مفاجآت. إذا دوري الأبطال ما شهد مفاجآت فوين راح نشوفها؟ الوحش الأحمر البافاري الضاري بايرن ميونخ ومن قلب الكامب نو هذه المرة يكرر فوزه على برشلونة بثلاثية نظيفة مع الرأفة. مدريد في معقل جوزيبي ميادزي قتل الانتر صاحب الارض بسهم قاتل في الدقيقه 89 عكس مجريات المباراه. وليفربول في الانفيلد ينجو باعجوبه من ثوره التاريخي العملاق اي سي ميلان ويفوز 3-2 في واحد من اجمل لقاءات الجوله الاولى. واليونايتد مع سولشاير الضعيف يسقط من يانج بويز لسويسري 2-1 في مباراه المت قلوب كل مشجعي المانيو العريق. وباريس سان جيرمان بترسانه رعب الفضاء المتنزل ضربت بريك خشن جدا امام عنفوان كلوب بروج اللي استحق التعادل الايجابي 1-1. واليوفي بيحاول يخدعنا انه استيقظ على حساب مالمو المسكين. نعم اليوفي فتك بالفريق السويدي 3-0 بس والله ما راح نحكم الان. ولا جديد على السيتي وتشيلسي ودورتموند اللي الله خلقهم للفوز. تعال نحكي عن اهم لحظات الجوله الرائعه اللي شفناها لسهرتي الثلاثاء والاربعاء لاعرق بطولات الانديه عبر تاريخ البشريه منذ خلق الله سيدنا ادم عليه السلام قبل 33000 سنه. اسلخ اللايك الان عشان نوصل الحلقه ل 300000 لايك ونربح التحدي. انطلقنا. جمهور برشلونه كان شغلهم الشاغل على مدار اخر اسبوعين انه يا عمي كم رح نخسر من بايرن ميونخ. ولا الهم حقيقه لسببين. اولا برشلونه يمر بازمات على جميع الاصعده خارج المعشب الاخضر. الاداره الجديده تحاول اصلاح ما افسدته الاداره السابقه. وفنيا الفريق تعصف به الاصابات من كل حدب وصوب عدا عن عدم استقرار الفريق على شكل فني وتكتيكي مناسب في ظل خروج ميسي ومغادره من غادر وكومان يتحسس مكانه ويعمل في بيئه عمل غير مريحه. شايفين كل هذا هو فقط السبب الاول اللي بيبرر الهزيمه. السبب الثاني هو الخصم نفسه. انت عارف حالك راح تخسر ومتقبل ذلك لان خصمك مش ريال سوسيداد بل هو بايرن ميونخ احد اقوى اربع انديه في العالم حاليا من دون منازع ان لم يكن الاقوى. فبالتالي خلونا نتفق انه الخساره بحد ذاتها كخساره مش مصيبه كبيره. بس المشكله وين؟ كيف كان شكلي وانا بخسر؟ هون المصيبه كلها. هل قدمت كل ما املك في سبيل تجنب الهزيمه؟ هل دفعت الغالي والنفيس حتى انجو؟ ايوه على المستوى التكتيكي كومان خبص. ربنا الله خبص الزلمه. الرجل قال لك انا راح العب مع فريق قوي جدا هجوميا وارقامه تشهد بذلك فراح لعب بالسبعة 3-2. ايش 7-3-2 ما بصير يا محمد. كيف 12 لاعب؟ كيف مالكوا يا جماعه؟ خمس مدافعين وقائمين وثلاث لاعبه وسط ومهاجمين. وربي انه القائمين كان لهم فايده في المباراه وزادوا عن شباك الفريق اكثر من بعض اللاعبين. انت عارف يا كومان انك هيك فرغت المنطقه اللي خلف الاظهره لساني وموسيالا ليسرحوا يمرحوا فيها خاصه ما شاء الله الاظهره عندك عليهم صلابه دفاعيه ما انزل الله بها من سلطان. وانت عارف انه باعتمادك على لاعب ارتكاز وحيد اللي هو بوسكيتس خليت كيميتش وغوريتس يعيشوا أجمل 90 دقيقة. حتى محاولات بيدري وفرانكي ديونج لمساندة بوسكيتس دفاعيا كانت ترتد سلبا على الفريق في الحالة الهجومية. مساكين بطلوا عارفين يدافعوا ولا يهاجموا. فإذا قطع برشلونة الكرة في الخلف على طول بيحاولوا يلعبوا الكرات الطويلة اللي بتختصر المسافة والزمن وعدد لاعبي الخصم على الأرض. هذا الأمر خلى ديباي ولوك ديونج يعيشوا في عزلة والباير مجنون بيلعب الفريق كله على مسافة 30 ل 50 متر فقط. تخيلوا تقارب خطوط الفريق بيهجموا كتلة واحدة وبيرجعوا قطعة واحدة. بتعرفوا إنه الباير لو حس مجرد حس انه في خطر من ضربهم بالكرات البينية لما استخدموا هذا الاسلوب. يا الله كان ما اسهل ضربهم بالمرتدات في ظل ضخامة قلوب الدفاع وتقدمهم المبالغ فيه مع انهم ممتازين فنيا. خليني اسمي الاشياء بمسمياتها عشان تفهموا. يعني مثلا لو في لاعب في برشلونة مثل بوكبا او دي بروين اللي بتميزوا بلعب البينيات الخارقة اللي بتقطع مسافة اكثر من 40 متر بشرط تواجد مهاجم سريع الحركة وينطلق لاستلام الكرة في الوقت الصحيح مثل مبابي او نيمار او رونالدو لشفنا كمية انفرادات لا تعد ولا تحصى على الباير. بس يا عمي برشلونة ما عنده لا الممرر ولا المهاجم اللي هيك مواصفاتهم. فالبايرن كان مرتاح واستمر باسلوبه من دون خوف. تصريحات لاعبي البايرن بعد المباراه مؤلمه جدا لنفسيه المشجع الكتالوني. مولر وكيميتش والمدرب ناجلسمان كلهم اكدوا انه كان بامكانهم زياده الغله من الاهداف. كلام مؤذي جدا طعنه سكين خنجر مسموم. البايرن لا يرحم يا ناس. صح انه برشلونه ساعده كثير بس هذا الفريق قادر على هزيمه اي فريق في اوروبا وخروجه من نصف نهائي دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي كان استثنائي بسيناريو استثنائي. تخيلوا انه البومبر ليفاندوفسكي كان مصاب وكانت مشاركته محل شك قبل المباراة. ومع ذلك تجبر وسجل هدفين.
انت لو ركزت بالهدف الثاني للبايرن والاول لليفا، ايش سرعه رد الفعل وقراءه الهجمه وحسن التمركز، مع انه الكره جت على يساره مش على يمينه، بس خلاص جاهز قبل المدافع. انتوا عارفين انه ليفاندوفسكي في اخر موسمين سجل 113 هدف في جميع المسابقات؟ عشان تعرف كم هو رقم مرعب لازم تعرف مين اللي بعده وكم عنده. الثاني هو كريستيانو رونالدو ومبابي ب 76 هدف. تخيلت الفرق؟ 37 هدف. انت عارف انه ليفاندوفسكي اللي هو على ظهري في اخر 20 مباراه مع البايرن سجل 30 هدف؟ ايوه. وينه اللي حينط الان؟ بعرف اورجيني شكلك يلي حتحكي الان محمد، ليفا بيكسر هاي الارقام في الدوري الالماني، انه يعني ليفا لو كان في الدوري الانجليزي او الاسباني ولا يحلم يسجل هيك، صح؟ انا بقول لك يبدو يا صديقي انك ما بتتابع جيدا. شوفي اقوى من دوري ابطال اوروبا اللي ليفا بيعلم فيها على اقوى واعتى فرق العالم. 2019-2020 هو هداف البطوله، ضرب في الجميع وتمزيق شباك بلا رحمه. طيب خذ الادهى والامر، انت بتتابع مباريات المنتخب البولندي؟ بتشوف ليفا شو بيقدم وكيف بيكون مستواه؟ خارق هذا البومبر. وفي الاخير جورجينيو افضل لاعب في اوروبا. ما علينا، ظهر بشكل جلي في المباراة انه ديباي جوهرة برشلونة اللي لازم يحافظوا عليها، لاعب في ليفل اعلى من البقية. انا مبسوط جدا من هذا اللاعب في هاي الفترة. اكيد لقاء البايرن مش افضل مبارياته ولكنه ما قصر. طبعا للاسف في رقم بشع جدا عمله برشلونة في لقاء البايرن، وهو انه لاول مرة في تاريخ برشلونة في دوري الابطال لا يسدد اي تسديدة مؤطرة على مرمى الخصم. نعم نوير لم ينقذ اي كرة او تهديد، ما في، خلاص مش قادرين نسدد عليه، مش قادرين، جسمنا صغير صعب نوصله. في ملاحظة مهمة، دايوت اوباميكانو هذا اللاعب قاعد بيتطور الان بشكل المهول مع البايرن، وكان نجم خط الدفاع الاول في البايرن في هاي المباراه. انا متابعه جيدا من لما كان مع لايبزيغ، كان كثير الاخطاء والهفوات، ولذلك استدعي للمنتخب الفرنسي 3 استحقاقات جاب فيهم ام العيد، فتم ابعاده عن المنتخب لاكثر من عام لضعف مستواه، وعشان هيك ما استدعي لليورو، ولكن النسخه الحاليه مع البايرن رائعه، وعشان هيك تم استدعائه للمنتخب في اخر استحقاق بس اصيب للاسف. هاي النسخه الرائعه لاوباميكانو اللي في المباراه صحح كل اخطاء زملائه في الخلف واشكى الكره، ابدع والله وانا منصف تماما، لما كان سيء جلدته، ولما ابدع الان انا اول من ينصفه، وزي ما بنصفه انا انتوا انصفوني في الاشتراك في القناه. ترى الاسبوع الماضي صرنا 2 مليون مشترك، والان صرنا 2,060,000 مشترك، لو شدينا حيلنا بنوصل ل 3 مليون مشترك قبل نهايه السنه 2021، وفي كاس العالم 2022 حنكون 5 مليون مشترك، وهذا كان التحدي من البدايه. يا اشي ما صار من قبل، يا عفو الله الرحيم. لما تشترك فعل جرس التنبيهات عشان هوب تيجيك الحلقه على تليفونك. ايش هذا محمد عدنان نزل حلقه؟ طيب وصلنا خبر انه صافرات الاستهجان من جمهور برشلونه ما رحمت سيرجيو روبرتو في المباراة، لدرجة انه توجه لغرفة الملابس بعد المباراة وصار يبكي فيها. انا لا اعتب على روبرتو في هذا مستواه، لانه بقاؤه من عدمه هو قرار بايد المدرب والادارة، والموضوع لا يختزل بسيرجيو روبرتو، لا، جمهور برشلونة كرهانين الارض اللي بيمشي عليها بوسكيتس وبيكي والبا وروبرتو، مع انه انا شايف انه مستوياتهم متفاوتة وما بنقدر نحطهم كلهم في سلة واحدة، يعني البا افضلهم ولا بديل له في برشلونة، بيكي احيانا بيكون وحش خارق في الدفاع، مثل ما انقذ هدف محقق في الشوط الاول ببراعة اقل نظيرها، واحيانا هو العيد بعينه مثل ما شفنا في الهدف الثالث للبايرن، لدرجه انه شتيغن حكى له يا عمي ارجوك ما تضل ترمي حالك وتتزحلق في كل كره. على فكره هي عن جد حكى له اياها وطلعتها لقطات الفيديو. بوسكيتس نعم سيء، والزلمه لحاله ما بيقدر يحمل ارتكاز الفريق، هو مش من نوع كانتي وكاسيميرو. الهدف الاول بتحمل جزء منه بوسكيتس، كيف انه سمح لمولر بالتواجد في هذا المكان والتسديد بكل اريحيه، بس هو بتحمل فقط ثلث المسؤوليه. الثلث الثاني على المدافع قليل الخبره ايريك غارسيا اللي المفروض يكون متاسس كيف بتكون وضعيه جسده في مثل هيك حالات بتتكرر في كل مباراه، فهي الف باء تاء ثاء علم الدفاع. والثلث الثالث والاخير بتحمله تير شتيغن اللي استعجل جدا في التحرك وانقذ مبكرا على الجهه العكسيه خوفا من مولر. والله كان خايف انه مولر يحط له اياها في زاويه الشيطان، والنتيجه انه الكره ما كانت بعيده بل كانت في منتصف المرمى تقريبا. ليش ما جابها؟ لانه مستعجل. حتى لا اقسو كثيرا على برشلونه، كان في شوي مؤشرات ايجابيه في المباراه، الشباب اللي نزلوا في الشوط الثاني يعدوا بمستقبل واعد، نزلوا ولعبوا من دون رهبه، لعبوا الند للند، والله هذا شيء جميل. ثم حتى اللعب مع البايرن بحد ذاته ومع شناعه الهزيمه الا انه اثرها سيكون مفيد جدا للمجموعه في الفتره الجايه. انت لعبت مع خصم قوي جدا يمكن ما تواجه مثله طوال الموسم، اي حدا من بعده مش اقوى منه. عوده انسو فاتي للمجموعه راح تكون جدا ايجابيه وراح تمنح كومان خيارات هجوميه هو في امس الحاجه الها. طيب اعطوني اليونايتد، انا ما بدي اطلع كل حلقه اسفل بسولشاير، بلاش تقولوا محمد عدنان متقصد هذا الزلمه، لا والله انا مش مشجع لليونايتد، بس انا ما بحب الفرق الكبيره تعاني على شاكله اليوفي وبرشلونه وارسنال، يؤلمني جدا هذا الموضوع. وطالما اليونايتد عنده هاي النجوم فالمفروض ما يكون اقل شانا ولا اقناعا من السيتي وتشيلسي والبايرن وباريس، ليش ما يكون مثلهم مع انه عنده استقرار فني مع سولشاير لاكثر من عامين؟ لانه المشكله سولشاير. والله لو ابدع الرجل لاطلع وامدح واصفق له، ولو اخذ الدوري والله لاطلع واعتذر له عن كل ما قلته في حقه، بس يا جماعه
المكتوب باين من عنوانه، اليونايتد مش مقنع. وحتى لما يفوزوا بسكور عالي اذا بتلاحظوا بيفتح النتيجه على الخصم مره واحده، مع انه بيكون بيعاني اغلب فترات المباراه. حتى افضل نتيجتين حققهم هذا الموسم على ليدز يونايتد ونيوكاسل عانى معاناه التنين. تخيلوا كل هذا وهو لسه ما واجه اي فريق كبير لا في الدوري ولا في دوري الابطال. انتوا شفتوا كميه التخبيص التكتيكي اللي عمله في لقاء يانج بويز؟ هتقول لي يا محمد ارون وان بيساكا هو اللي ضيع الدنيا لما انطرد في الشوط الاول. اها نعم بيكون ضيع الدنيا لما تكون بتواجه السيتي او تشيلسي او البايرن. اه والله خلاص هيك بطلت متكافئه. اما مع يانج بويز لا والله. تعرفوا ان سولشاير دخل المباراه بتشكيل احتياطيه تجريبيه تجهيزيه لبعض اللاعبين اللي مغيبهم في الدوري، انه يعني نقاط المباراه في الجيب يعني محسومه. حس انه مهمش فان دي بيك فقال لك يلا بجهزه على حساب يانج بويز. وتخيل انه بيطالب فان دي بيك انه يلعب دور مركز 6 وهو اللي ما عرفناه الا بمركز 8 و10 في اياكس والمنتخب الهولندي. واصلا اقحام فان دي بيك في نفس التشكيله مع برونو وبوكبا هاي عمليه انتحاريه. مش بس هيك وريح فاران واعتمد على ليندلوف واختفى في الهجوم بسانشو ورونالدو وسحبهم الاثنين في الوقت الغلط، وبديله لينغارد هو اللي اعطى الاسيست لمهاجم يانج بويز اللي ضربهم في مقتل. تخبيص ما بعده تخبيص. اما اليوفي فنعم والله فاز واقنع في الميدان، بس الخصم اسمه مالمو السويدي مع احترامي. ما بقدر اقول الان اليوفي استيقظ، محتاج عده صولات وجولات حتى نقتنع انه العجله رجعت تدور في كيان السيده العجوز. باريس سان جيرمان من البدايه الفوكس عليه بزياده، انه لاول مره بنشوف ميسي ونيمار ومبابي معا في تشكيله واحده، ولكن واضح جدا انه بدهم فتره ليتعودوا على بعض. نيمار ومبابي من افضل الثنائيات في اوروبا ان لم تكن الافضل، بس ما صاروا هيك بين ليله وضحاها، الامر اخذ شهور حقيقه. الان بوجود ميسي في اشياء لازم تتغير في تركيبه وبرمجه خط الهجوم، انه نيمار يبحث عن مبابي ومبابي يبحث عن نيمار لا خلاص ما عادت موجوده هي. في لاعب ثالث جبار دخل المنظومه بدنا نشركه معنا، هذا شغل بوشيتينو في المقام الاول، مع انه المتتبع لتمارين الفريق بيشوف الانسجام واضح وجميل ولا توجد اي شائبه، باقي يتجسد حقيقه في المباريات الرسميه. شوفوا يا جماعه كثير ناس بيسالوني هل يا محمد تتوقع باريس سان جيرمان يكون بطل دوري الابطال هذا الموسم؟ وجوابي لا. شوفوا لو في بطوله مكونه من اقوى 16 نادي في العالم تلعب على النظام الدوري، الكل يلعب ضد الكل وذهاب واياب وتحسم بعدد النقاط، بقول لو، ركزوا عشان تفهموا قصدي، في هيك بطوله بقدر اقطع لك جازما انه باريس قادر ان يحقق اللقب، هيك نوع بطولات طويله ونظامها قائم على النقاط نعم باريس قادر يفوز فيها، اقوى سكواد اساسيين ودكه ومدرب من الصفوه واستقرار اداري، بجيبها باريس غالب الظن، بس دوري الابطال مش هيك نظامه لا، بطوله صعبه، تقوم في الادوار المتقدم على نظام خروج المغلوب من مباراتين في غضون اسبوع واحد فقط، تحكمها تفاصيل صغيره، اصابه لاعب وغيابه مثل ما صار مع ليفاندوفسكي مع البايرن في الموسم الماضي ولذلك ودع من نصف النهائي، تألق حارس مرمى مثل ما صار مع تشيلسي ومندي الرائع، خطأ مدافع قاتل مثل خطأ ستونز في نهائي النسخة الأخيرة، شفتوا كيف كلمح البصر بتودع من البطولة. كان بودي أتكلم عن لقاء الميلان وليفربول والريال والإنتر بس ما أسعفنا الوقت للأسف وطولنا، بس بالمجمل على السريع، الريال حقق فوز مهم جدا على الإنتر اللي كان أفضل خاصة في الشوط الأول، كورتوا أنقذ رأس الملكي في هاي المباراة، فعلا كورتوا يقدم عز مستوى في هاي الفترة، أنقذ خمس فرص حقيقية للإنتر، وأنشيلوتي عرف من أين تؤكل الكتف، تعرفوا من وين؟ بالشباب والبدلاء، من الشاب فالفيردي للبديل الشاب كامافينجا للبديل الشاب رودريجو، جول ملعوب، إذا الشباب والبدلاء، شفتوا أنشيلوتي شو عمل ضد الإنتر وقارنوه بصنيع سولشاير مع يانج بويز، الإنتر قدم مباراة كبيرة وما كان يستحق الهزيمة، ليفربول بدوره نعم فاز ولكن في علامات استفهام على أداء كلوب ودخول المباراة وعلى أداء بعض لاعبي الفريق، وفي لاعب أنا معجب فيه جدا جدا في الميلان هو رافائيل لياو، تابعوه منيح هذا اللاعب وأنا مش عارف ليش لحد الآن ما أخذ فرصته في المنتخب البرتغالي، آه نسيت أقول إنه جمال موسيالا هو مستقبل الكرة الألمانية، وإنه خسارة كبيرة جدا لإنجلترا لن تستوعب حجم فداحتها إلا بعد عدة سنوات، جوهرة خالصة راح تسيطر على العالم في قادم السنوات، ما أوصيكم بزر اللايك بدنا نشوف ال 300 ألف لايك، وإذا جسمك منكمش أنفخه بزر الاشتراك الأحمر العنيف، احكوا لي في خانة التعليقات حاجتين، مين أفضل لاعب في الجولة الأولى لدوري الأبطال؟ ومين أفضل فريق؟ وإذا بتحب تتجبر وتحكي لنا مين الأسوأ كلاعب وفريق، فأنا من جهتي ما بقصر باللايك على تعليقك والقلب والتعليق إلك كمان، يومياتي يا جماعة في حساباتي الشخصية، وفيها بتشوفوا استضافاتي عبر الفضائيات العربية، واللايفات اللي بطلعها والدردشات معكم اللي بجاوب فيها على أسئلتكم، شوفوا الحلقات السابقة أراكم على خير أصدقائي، سلام عليكم.